حصون خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهدوا خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وله وبعد، مرحبا بكم أيها المشتاق وأيتها المشتاقة للجنة لحفظ القرآن الكريم. المرة الماضية اتفقنا اللي احنا هنتكلم على أول أصل من أصول الانطلاق إلى الجنة، أصل من أصول أو أول أصل من أصول الانطلاق في حفظ القرآن الكريم، وهي مترادفات: حفظ القرآن الكريم، الجنة، الجنة، حفظ القرآن الكريم. واتفقنا المرة الماضية حتى يكون حفظك لله لابد أن تخلص. يعني إيه تخلص؟ هدي لك مثال سريع جدا، يعني تخلي العمل فقط لجهة واحدة لله سبحانه وتعالى. طب إزاي أعملها دي؟ هدي لك مثال. تخيل أنت ساكن في الدور السادس، شقتك في الدور السادس، فجبت واحد نقاش او زي ما بيقولوا بتاع الدهانات عشان يعمل لك الشقه بتاعتك، واتفقت معاه بكام؟ والله هاخد منك مثلا 2000 جنيه. تمام، اتفقنا، وعمل الشغل ممتاز ممتاز، عجبك جدا. ولما خلص الشغل فوجئ اللي ساكن في الدور الثامن، واحد بيخبط عليه بيقول له أنا فلان فلاني أهلا بيك، بيقول له أنا عايز 2000 جنيه. بيقول له ليه؟ بيقول له ما أنا عملت الدور السادس، الشقة اللي في الدور السادس. طب أنا مالي؟ أنت عملت الشقة ليا ولا ليه؟ روح خد فلوسك الألفين جنيه، أجرك، أجر تعبك وأجر انشغالك الشديد بأنك تنجز هذا العمل على أتقن صورة من اللي أنت اتفقت معاه. ولله المثل الأعلى. نفس الموقف يوم القيامة، انت مستغرب ليه؟ ما هو ده اللي هيحصل. واحد بيحفظ للناس، بتحفظ ليه يا فلان؟ عشان برضك يبقى الواحد خاتم ومعه إجازة وبرضك يبقى يعني كده. طب انت يعني انت بتعمل كده للناس؟ اه طيب خلاص، يبقى انت متفق وانا متفق معاك ان ليس لك أجرا يوم القيامة. يأتي يوم القيامة صاحبنا ده، نسأل الله العافية، يا رب أنا عايز أجر حفظ القرآن الكريم زي الناس اللي بتاخد الهدايا والجوائز العظيمة واللي بيدخلوا الجنة وبيرتقوا. أنت عملت العمل لمين؟ مش للناس، وهو أعلم به سبحانه وتعالى. وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يصعر بهم النار واحد قرأ القرآن، حفظ القرآن، سهر للقرآن فيما يبدو ولكن هو للناس. يقول لا كذبت، إنما قرأت. يقال عنك قارئ، وقد قيل اللي أنت عايزه خدته، وأنت ما كنتش بتشتغل لله سبحانه وتعالى، أنت اشتغلت للناس. عشان كده بقول لك أرجوك لا تحفظ. إيه ده؟ أنت جاي عشان تقول لنا احفظه ولا عشان لا تحفظه؟ لا، لا تحفظ لو لغير الله. خلاص، أصل أنت تنام أحسن، أحسن ما تقعد تتعب وتخش النار. ها؟ المخلصون سبقوا بنومهم وفطرهم، نايمين وبيفطروا، سبقوا إيه؟ سبقوا قيام المرائين وصومه. تخيل، يبقى العمل لما يكون لله مهما كان، آية كل يوم، آيتين لله، يعظم، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا لم يعمل له سبحانه وتعالى، أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا بقول لك ليه على الموضوع ده؟ لأن قضية الرياء بتدخل في موضوع حفظ القرآن الكريم. يبقى مش صابر على نفسه، لازم الناس كلها تعرف لو بيحفظ القرآن، لازم يتشدق بأنه بيحفظ القرآن. طب ليه؟ أنت بتعمل لمين؟ ومين اللي هيكافئك؟ مهما هيكافئوك هيقولوا لك إيه؟ تخيل
إن مرة من المرات كانت طالبة بتقرأ جاية للمراجعة وكذا، فكانت ضعيفة جدا في الحفظ، ضعيفة جدا في النحو، ضعيفة جدا في الأداء. الله، طب انت ختمة ازاي انت؟ طب تقول لي اصل انا يعني بدرس قراءات كمان. تدرسي قراءات؟ قالت له مجازة كمان، ومش عارف قراءة ايه وقراءة ايه. قلت طب ايه اللي دخلك قراءات وانت مش حافظة قد كده؟ تقول لي بصراحة بصراحة. قلت لها اه يا ريت. رياء والله، هي قالت كده، هي عارفة نفسها وكده، هي حطت نفسها على بداية الطريق الصحيح. يبقى كل الفترة اللي فاتت دي لابد أن تلغى وتبدأ فترة جديدة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أنت عارف أنت محتاج الإخلاص ليه؟ محتاج الإخلاص حتى لا تتعثر في الطريق، لأن المخلص لا يتعثر، ولما بيتعثر بيقوم بسرعة عقبات المعروفة، لكن على طول عارف وجهته لله سبحانه وتعالى. المخلص مهما كان، مهما يقولوا له الصورة دي صعبة، ما خلي بالك، ما تحفظ، مش عارف ايه، يقول لهم ايه؟ أصحاب الغار انطبقت عليهم صخرة عظيمة جدا، لم يخرجهم من هذا الكرب إلا أن كل واحد منهم دعا الله عز وجل بإيه؟ بعمل أخلص فيه لله، فما أخرجهم من هذا الكرب إلا الإخلاص. تخيل يقول لك أنا لوحدي والحكاية والرواية، فلازم حد معايا. نقول له لا، لو أنت مخلص سوف يكون الله معك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل حاجة تتفتح لك، وإن الله لمع المحسنين. إيه رأيك بقى في البشرة الجميلة دي عشانك؟ أنت فاكر قاتل المئة نفس؟ ها؟ فاكره ولا مش فاكره؟ يفكرك. قاتل المئة نفس ده لما أخلص وصار إلى الله بصدق، إيه اللي حصل؟ ومات في منتصف الطريق. وتبقى عارف القصة، تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تقاربي، الأرض بتاعت الصالحين تتقارب، وأرض الفاسدين اللي هي سائبها تتباعد. عشان ايه؟ ده اقبل على الله بصدق باخلاص، عايز ربنا. تخيل الكون حركه الله سبحانه وتعالى لرجل اخلص لله، صادق لله. ونروح بيه ليه؟ مش الصحابي اللي اسلم لتوه ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ثغرة من ثغور المسلمين، والمسلمين فازوا وانتصروا، فصحابي من الصحابة بيقول له هذا قسمك يا فلان، بعثه إليك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي زعل جدا، طب على طول توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبمنتهى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما على هذا بيعتك، ما على هذا بيعتك ولا على هذا اتبعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا ويخرج من هاهنا. قال إن تصدق الله يصدق. القصة معروفة، ذهب الصحابي وقاتل مرة أخرى، ثم جاء الصحابة يحملون رجلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو من صاحب الهدف؟ وده ينقلنا إلى الهدف وتحديد الهدف، إنك صاحب هدف. هو أسلم لكده، عايز يتضرب هنا يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، أنا مش عايز حاجة غير كده، مركز. فقال هو صاحب الهدف، صاحب الصدق. قالوا هو يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بسهم هاهنا، فخرج من هاهنا حيث أشار، صدق الله، فصدقه الله سبحانه وتعالى. أما هذا صدق الله فصدقه الله. وأنت كذلك بإذن الله تعالى، إن تصدق الله يصدق، هي القاعدة. لو أنت قلت يا رب وصدقت، أنا عايز أحفظ القرآن متقنا متينا خالصا لوجهك الكريم،
حيث أشرت أنت، حيث حددت أنت، سيكون أنك صدقت. لكن نفسي أحفظ القرآن وانت نايم، نفسي أحفظ القرآن وانت قاعد، طب روح بعيد الدار مش عارف ايه ده، طب انت هتحفظ ازاي؟ فلابد ان تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وانت عارف ان الاخلاص هو اللي خليك يستمر، مش مجرد البداية. تخيل من القصص اللطيفة اللي في الاخلاص، الناس اللي بتدارة ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى. كان ابراهيم بن ادهم دخل مرة بستانا، وكان هو مشهور ومعروف مين ابراهيم بن ادهم. فلما دخل إبراهيم بن أدهم البستان فجعل الناس يسألون أين إبراهيم بن أدهم؟ عارف إبراهيم بن أدهم قال إيه؟ عمل إيه؟ ده نعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أشكركم وجزاكم الله خيرا. حصون خمسة للحفظ تقفو، حصون خمسة للحفظ تقفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ المشتاق، الأخت المشتاقة، عدنا إليكم مع المخلص الذي نحسبه كذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. اتفقنا إن هو كان في بستان والناس عرفت اللي هو في البستان وعايزين يشوفوا مين إبراهيم بن أدهم، فجعل الناس يطوفون في البستان يقولون أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ فماذا فعل ابن إبراهيم بن أدهم؟ ماذا فعل إبراهيم بن أدهم؟ جعل يدور مع الناس ويقول أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ اختفاء، اختفاء. ولابد أن تجعل بينك وبين الله عملا خفيا لا يطلع عليه أحد من الناس، لعله يكون هو القربة لك إلى الله سبحانه وتعالى يوم تفتش السرائر. الإخلاص زي ما اتفقنا هيخليك تستمر، وهيخليك تبذل الجهد الكثير دون تعب، تمام؟ لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى. انت عارف بقى المرائي لا يذكر الله إلا قليلا، لأنه إيه؟ بيعمل للناس. من جملة أخبار المرائين كما يذكر أحدهم أن رجلا، والعهدة على الراوي طبعا، أن رجلا كان يصلي فكان الناس يقولون ما أحسن الصلاة، ما أحسن الركوع، ما أحسن السجود، أصدوم على اللي بيصلي ده. تخيل وهو في صلاته نظر إليهم وقال وأنا اليوم صائم، يعني هو عايز يعني الكاميرات والأضواء كلها تيجي عليه بقى، خلاص ده مش كفاية أنا بصلي كويس، لا أنا صايم، مش مستحمل اللي هو يخفي عملا من الأعمال. أخطر من ذلك بقى، وبخصوص القرآن الكريم لابد أن تلتفت لهذه القصة وتضعها نصب عينيك دائما. أحد القراء وكان يقرأ يعني بجوار شرفة منزله، هو في الدور الأول مثلا، وكان يقرأ في سورة طه. فبعدما قرأ أخذته غفوة، خلص السورة يعني أخذته الغفوة ونام. رأى في هذه النومة المنام ده أن صحيفة نزلت من السماء وتحت كل آية قرأها من سورة طه الأجر، الأجر، أجر الآية دي 100 حسنة، دي 300، دي 400، دي 500، جميل، إلا آية لم يجد تحتها ثوابه. فماذا قال؟ والله قرأتها. قالوا نعم قرأتها. قال أين ثوابها؟ قال القائل في المنام نعم قرأتها، ولكن فلان مر بك فرفعت صوتك بها. يا سلام، عندما جهر بهذه الآية للناس فات الثواب، فقام من نومه باكيا على فوات ثواب آية قرأها. فما بالك لو أن كل هذا العمل ليس لله سبحانه وتعالى. أصل من أصول المهمة جدا بعد ما خلاص عرفت أنك إزاي تخلص ولابد أن تخلص، هدفك لابد أن يكون محددا. تعلم من الصحابة رضوان الله عليهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد صحابته كعب
ابن ربيعة الأسلمي تمنى علي يا كعب، فقال أتمنى أن أكون معك في الجنة يا رسول الله، مرافقا لك في الجنة يا رسول الله. قال أوليس إلا ذاك؟ قال ليس إلا ذاك. أي حاجة تانية؟ لا، هو هدف واحد وحيد، هدف وحيد. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإن كان هدفك القرآن وحفظ القرآن فأعن على نفسك بكثرة القراءة وبكثرة التكرار كما سنرى بإذن الله تعالى. المهم يكون هدفك واحد. يعني ايه هدفك واحد؟ يعني انت دلوقتي قاعد بتحفظ القرآن، ايه اللي يقومك دلوقتي ترد على تليفون وكل شوية تبص على ايه جالك رسالة ولا ايه؟ طب اشوف النت في ايه؟ طب مش الله، طب انا بقالي كتير، والشيطان طبعا عمال يقومك كل شوية مش هيسيبك. طب انا بقالي كتير ما كلمتش فلان، ما كلمتش الله. اقعد، ده وقت القرآن، ما ينفعش، لانك هدفك القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا تحديد هدفهم، كان هذا تحديد هدفهم. تعال بقى تروح لصحابي آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي عرف هدفه ماذا ترك؟ انظر ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه قال بخ بخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال بخ بخ، نعم جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملك على قولك بخ بخ؟ يعني زي ما احنا بنقول ياه، فعلا هو مصدق طبعا بس متعجب. فقال لا يا رسول الله، أنا تمام مصدق، ولكن أشتهي أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها، خلاص أنا في الجنة. هو الصحابي هيروح ينام؟ أبدا، نشاط حيوية، لأنه خلاص هدفه تحدد، جنة عرضها السماوات والأرض. فماذا فعل؟ كان في يد عمير رضي الله عنه ثمرات قليلة يتزود بها على القتال، ثمرات، فنظر إلى تمراته، لأن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها إذن لحياة طويلة. فماذا فعل؟ رمى حياته، تمراته. تخيل، ما هو الحياة تمرات دلوقتي، مفيش حاجة توقفني، هدفي معروف خلاص. وانطلق يقاتل حتى يفوز بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف بقى الهدف عمل إيه؟ لن تحفظ القرآن إلا أن تعرف أن من وراء حفظك جنة عرضها السماوات والأرض. سحرت فرعون، عشان تبقى عارف، وانت عارف قصتهم طبعا في صور القرآن الكريم، لما جاءوا إلى فرعون، فرعون جابهم إزاي أصلا؟ وعدهم الدنيا، وعدهم الدنيا، ها؟ قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. طبعا أئن لما تيجي همزتين يجي معها إذا، هيبقى أنت في سورة الشعراء خلاص. طبعا لما شافوا المعجزة الباهرة خلاص، فألقي السحرة سجدا قالوا أمنا بربي هارون وموسى. طبعا توعدهم بالتصليب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيمان عمره لحظة، لحظة ولكن بصدق، بهدف بقى خلاص، عارفين هدفهم. قالوا له إيه؟ كمل كده سورة طه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، جايين عشان الدنيا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انت تعرف لو انت خاطبت كل ملذات الدنيا وقلت لها لن نؤثرك على ما جاءني من النعمة من حفظ القرآن، الفراش لن نؤثرك على حفظ القرآن، الملذات، النت، الفيسبوك، لن نؤثرك على القرآن الكريم. القرآن له وقته الذي لابد أن يأخذه، يا لها من موعظة تعلمناها من الصحابة ومن سحرة فرعون الذين صاروا بعد ذلك مؤمنين، موعظة
رائعة جدا لو أن لها قلوب تصادفها، ونتعشم ونأمل أن تكون هذه القلوب هي قلوبنا نحن وأنت، أنت أيها المشتاق وأنت أيتها المشتاقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الإخلاص المخلصين، أصحاب الأهداف العظيمة، وأعلى أهداف لنا هي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والهداية والرشاد والقبول والجنة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في المرة القادمة مع كيف سنحفظ القرآن بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصون خمسة للحفظ تقفو، حديث تعاهدوا خير الكلام، فهاك نميرها فانهله عذبا، وفي القرآن مذابة الأوامي، فسل حسام عزمك مستعيناً.